أهلا بكم في هذه المتابعة الإخبارية على شاشة النيل للأخبار. وبالطبع حكاية وطن هي أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها على مدار الساعات الماضية والقادمة، أيضا باعتبار هو شرح وافي لما يحدث في مصر من حراك كبير على مدار السنوات الماضية وما هو قادم بإذن الله من مستقبل مصر وما سيقدم بإذن الله خلال الفترة القادمة، وهو بمثابة كشف حساب عن السنوات الماضية يقدمه الرئيس السيسي من خلال الوزراء والقائمين على الأمر لإيضاح كافة مجريات الأمور في مصر خلال السنوات الماضية. وضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف الرئيس السيسي عن استصلاح 4 ملايين فدان للزراعة توفر نحو 8 ملايين فرصة عمل، وقد طلب المصريين بالثقة في أنفسهم وقال أنهم أصحاب الأمل. احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا، وبنقول للناس في أمل ومش احنا اصحاب الامل، انتوا اصحاب الامل. فبنقول لهم ده اللي اتعمل في خلال بالمناسبه ده خلال الاربع سنين الاخرين بالكتير. هو النهارده ال 4 مليون دول يشغلوا قد ايه؟ كم اللي من الاسره؟ وقال الرئيس السيسي ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه فرصه حقيقيه للنمو في مصر. القطاع اللي عنده فرصه حقيقية للنمو في بلدنا في ظل الظروف اللي بتمر والتحول الجيوسياسي اللي أشرت إليه، السوق العالمي النهاردة يقدر يلبي أو يستوعب كل اللي هتقدمه بلا شك لغاية 1 مليون فرصة في السنة. وجه الرئيس السيسي بوقف الصيد في بحيرة المنزلة لمدة 4 أشهر من أجل تعزيز إنتاجيتها مع تعويض الصيادين طوال هذه المدة. لو ادينا اثناء فتره التوقف لهم دعم مؤقت او دعم زي ما كنا اتكلمنا، قلنا ندي 1000 ولا 2000 كل شهر لمده 4 شهور عشان احنا هنعمل اغلاق كامل للبحيره عشان الانتاج والاستزراع اللي بيتم، او موضوع الـ يعني الراحه البيولوجيه اللي بيقولوا عليها تكون حققت النتيجه. وانضم لنا هاتفيا دكتور محمد سيد احمد استاذ الاجتماع السياسي. دكتور محمد برحب بحضرتك. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. صباح الخير يا استاذ محمد، يومك سعيد ان شاء الله يا دكتور. أهلا. الحقيقه طبعا يمكن حكايه وطن الحقيقه قدم كشف حساب وافي ووضع الشعب المصري كله لما جرى خلال السنوات الماضيه وما تقوم به الحكومه من مجريات وما حدث على ارض الواقع وما تم تنفيذه وما هو مستهدف باذن الله خلال الفتره القادمه. الحقيقه ده بيوضح جديه الدوله وجديه تعامل الرئيس مع الملفات الموجوده في مصر حاليا. طبعا يعني بنأكد بالفعل انه حكاية وطن هو كشف حساب عن يعني العشر سنوات الماضية، وبالفعل يعني انجازات مهمة، وضع يعني وتوضيح لكل كبيرة وصغيرة تخص الملفات المختلفة للدولة المصرية وللحكومة، جدول أعمالها، كل ما تم من إنجازات وما هو مستهدف في المستقبل. يعني شفنا عرض تفصيلي لملفات كثيرة، وده بيؤكد بالفعل يعني الشفافية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع مواطنيها، احترام للمواطن وتوضيح لكثير من الأمور التي كانت بالفعل غائبة عن المواطن بعرض توضيحي وبسيط يعني استوعب كل المواطنين يعني ما يحدث بالفعل من تطورات على أرض المجتمع المصري، وأيضا بيوضح أنه يعني الصورة في المستقبل وما يتم من مشروعات تنموية بالفعل ستعود على هذا المواطن يعني وعلى الأجيال القادمة. المشروعات القومية الكبرى والضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية في صمت شديد ودون ضجة إعلامية ودون يعني إلقاء سبوت عليها يعني خلال السنوات الماضية،
بالفعل رغم أن مصر كانت تخوض حرب ضد الإرهاب وعشر سنوات في مكافحة الإرهاب، إلا أنه المشروعات التنموية ظلت تقوم بها الدولة المصرية. شفنا حجم المشروعات التي تمت على أرض سيناء، شفنا حجم المشروعات قناة سويس جديدة، شفنا عاصمة إدارية جديدة، شفنا مشروعات لتنمية الثروة السمكية، لتنمية يعني موارد الدولة على المستوى الصناعي، شفنا مصانع أنشئت، شفنا يعني تحولات كبرى في الريف المصري عبر حياة كريمة، وشفنا تنمية حقيقية ل يعني القرية المصرية ورفع يعني مستوى والنهوض بالمواطن في الريف المصري الذي حرم من التنمية لسنوات طويلة. في تركيز على ذلك شفنا أيضا حجم الاستثمارات التي تتم على كافة المستويات، وشفنا فتح ملفات مع واستثمارات مع دول كبرى في العالم، وشفنا انفتاح مصر على المستوى الإقليمي والدولي وعودة مصر للعب دور هام على هذا المستوى. ده طبعا بيكسب ثقة. وشفنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أمس حين أصدر آخر تقرير ليه وبيقول إني أعلى مستوى تنمية في العالم وخلال وفي الوطن العربي خلال يعني هذا العام. مصر والعراق 7.3 و7 من 10. ده يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني المصري، وده يعني أننا بالفعل نسير على الطريق الواضح والسليم في تنمية حقيقية للمجتمع المصري. مصر استطاعت أنها يعني تنفك من الدوران في فلك النظام الرأسمالي العالمي يعني التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تنفتح على مجموعة الاقتصاديات الناشئة. شفنا مصر دخلت مجموعة الـ20، شفنا مصر دخلت مجموعة البريكس في يناير القادم، ستكون عضو دائم في مجموعة بريكس. أعتقد أنه يعني كل هذه الإنجازات إنجازات تحسب للدولة المصرية في وللحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وحكاية وطن بتجسد بالفعل كشف حساب للمواطن المصري لأهم الإنجازات التي قامت بها الدولة والمستهدف خلال المرحلة القادمة بإذن الله. نعم. طيب دكتور، برضو الملفات الحالية تم مناقشتها بشكل كبير، هي ملفات متعددة جدا، وشفنا الحقيقة فيها حجم الإنجازات الواضح خلال الفترة الماضية. بشكل عام كده دكتور محمد، المواطن لابد أن يضع في الصورة الحقيقة، يمكن نقدم الشكر لكل من فكر في هذا المؤتمر الهام، لأن المواطن محتاج يعرف إيه اللي تم خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المستضافة حتى على المدى القصير أو حد 20-30. يمكن رئيس امبارح لحضرتك أكيد تابعت الجلسات، يمكن كان بيتكلموا على الموانئ وقال لك كانت الخطة ل 2030 وسيد الرئيس رفض، قال لك ل 2025 لان في مستهدفات للدوله لازم تتم خلال هذه الفتره تحديدا. فاحنا بنتكلم على عامين تقريبا من وضع بعض الخطط والخطه لحد 2030، فبنتكلم الحقيقه على المدى القصير والمدى الطويل. اذا نحن يعني نعلم الى اين نحن متجهون خلال الفتره القادمه، وده مهم جدا ان المواطن يكون مع الحكومه يدا بيد عشان يبقى عارف المستهدفات خلال الفتره القادمه. طبعا يعني بالفعل احنا شايفين يعني انجازات حقيقيه، شايفين محاوله من السيد الرئيس ل يعني التاكيد على بعد الزمن، ويعلم السيد الرئيس انه المواطن المصري يدفع فاتوره عمليه التنميه، لانه بالفعل يعني المشروعات التنمويه بتنعكس يعني انعكاس يعني ايجابي في المستقبل على المواطنين، لكن المواطن قد يكون غير واعي بهذا وينظر لأحواله المعيشية في اللحظة الراهنة. عشان كده دائما ما يؤكد الرئيس، وهذا ما أكده
أيضا في أمس حين أكد على فكرة أنه التنمية أولوية للسيد الرئيس وللحكومة، لأنه بالفعل يعني نضغط على أنفسنا قليلا يعني حل كثير من مشكلاتنا الاقتصادية، بدلا من يعني أن يعني نعيش اللحظة ثم يعني تواجه الأجيال القادمة بكارثة على المستوى الاقتصادي. أنا بشوف أنه بالفعل المشروعات التنموية هي اللي يعني الحل الوحيد، والدولة تسرع في هذا، بتحاول أن تسرع في هذا، بمعنى أنه في خطط زمنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، وهذا يعني يؤكد على أنه هناك وعي من الحكومة ومن الدولة أنها بالفعل بتسعى لإنجاز يعني مشروعات يعني تنعكس على المواطن دون أن يتأثر المواطن بشكل يعني كبير، لكن على خلال المكاشفة التي حدثت أعتقد أنه المواطن الآن أصبح على وعي بما سينجز خلال الفترة القادمة، وإيه هو السقف الزمني اللي ممكن يتحمله المواطن، والدولة تحاول يعني محاولات حثيثة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتساهم في دعم المواطن بشكل مستمر. وإحنا شايفين يعني الفئات الأولى بالرعاية دائما يعني نصب أعين السيد الرئيس والحكومة، وبالتالي ده ممكن يساعد إلى حد كبير في العبور من هذه المرحلة الصعبة اللي احنا بنعتبرها عنق زجاجة استطاعت مصر بالفعل أن تعبرها، خاصة بعد المرحلة الانتقالية الصعبة اللي مر بيها المجتمع المصري من 2011 وحتى 2013. كانت أزمة حقيقية ويعني انهيار في منظومة القيم و انهيار لبعض مؤسسات الدولة، استطعنا بالفعل أن نعبر هذه المرحلة، واستطعنا أن يعني نعيد الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع المصري، وده بينعكس في كم المشروعات والاستقرار اللي شايفينه خلال الفترة الماضية. ويعني أعتقد أن هذه المكاشفة عبر حكاية وطن بتؤكد على أنه على المواطن أن يعني يثق في يعني الخطوات التي تتخذ من قبل الحكومة، وبالتالي عليه أن يصبر معها لي يعني يحصد هو يعني كل ما أو عائد هذه المشروعات التنموية سواء على المستوى القصير أو المتوسط أو البعيد. نعم. طيب دكتور، يعني برضو حضرتك يمكن الخبر السار الذي كشف عنه الرئيس أن احنا سنستصلح حوالي 4000 فدان بحوالي توفير 8 مليون وظيفة جديدة، وده رقم مهم جدا، هيقضي على البطاله وهيدفع طبعا الانتاج الزراعي قدما، وده هي 4 مليون اسف، وده هيقلل الاسعار بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه. وجهه نظر حضرتك تحديدا في هذه النقطه، وهي بارقه امل للشباب المصري ان هو فعلا يركز في هذا الموضوع تحديدا. طبعا نعلم جيدا ان اصلا مصر دوله زراعيه، ومصر تصنيفها يعني على المدار على المستوى الدولي وتاريخيا مصر دولة زراعية بالأساس، وبالتالي لابد من العودة مرة أخرى للاهتمام بالزراعة، وده ملف مهم جدا يعني بتعتني به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحتى مشروع حياة كريمة هو مشروع لتطوير الريف المصري، ويعني للتأكيد على فكرة أنه لابد أن يعني أن نكتفي ذاتيا من الغذاء وأن نأكل مما نزرع، لأنه بالفعل هذا هو الحل الوحيد لدولة بينمو عدد سكانها بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن أن تكفي مواردها يعني، وبالتالي لابد من أن نزيد الرقعة الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية بتخدم المواطنين على أكثر من مستوى. على المستوى الأول هو اكتفاء ذاتي من حيث يعني عمل زراعات لمحاصيل يعني تكفي احتياجات المواطنين ولا نلجأ إلى استيراد. احنا شايفين حجم استيرادنا من القمح كان كبيرا جدا، لابد من أن نعود مرة أخرى ساعة
سلت غلال العالم. مصر كانت في العصر الروماني سلت غلال العالم، لابد يعني العالم كله كان يأكل من مصر يعني، فلابد من أن تعود مصر مرة أخرى عبر هذه المشروعات، إصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية لي يعني الاكتفاء من المحاصيل الزراعية. وأعتقد أنه ده طبعا بيصب من جهة أخرى في تعويض وفتح مجال وعمل للعاطلين عن العمل جزء كبير من الشباب الذي يعني يبحث عن فرص عمل، أمامه الآن فرصة للمشاركة في يعني عملية الزراعة واستصلاح الأراضي، لأنه مهم جدا أنه يبقى عندك يعني عمالة منتجة. أنت تتحدث عن قطاع الزراعي فهذا قطاع منتج، وبالتالي يعني إدماج الشباب في العمل الزراعي ده هيبقى مهم، لأنه هذا القطاع قطاع يمكن أن يؤدي إلى إحداث تنمية حقيقية ويحللنا كثير من المشكلات على مستوى توفير الغذاء، على مستوى يعني الحد من البطالة، وأيضا بيفتح آفاق حتى للتصدير. إحنا بنتكلم على مصر معروف عنها أنها يعني تصدر بعض السلع أو المواد الغذائية، فيمكن بالفعل أن نتوسع في هذا المجال، وده ممكن يعني مجال لاستثمارات حقيقية وتعاون مع كثير من الدول، على الأقل دول المنطقة. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. انضم إلينا تفير الأستاذ محمد بيومي قاعود عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام أمانة الجيزة. برحب بك أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا دكتور محمد. الحقيقة ملف التعليم الملفات المهمة جدا اللي يليها الرئيس اهتمام شخصي ومتابعة متوالية للوقوف على جودة التعليم وكيفية تنميته أصلا ومحاولة المام بكل جيد حول العالم في هذا الملف تحديدا. يريد حضرتك تطلعنا على الجديد حول هذا الموضوع، وتم مناقشته ايضا في على مدار الفترات الماضيه من حكايه وطن. طيب نعتذر، فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد بيومي قعود، وبالطبع يمكن الموضوعات مستمره والمناقشات مستمره على مدار اليوم في فعاليات حكايه وطن للوقوف طبعا على كل جديد، والجلسات مستمره لليوم الثالث والاخير من هذا المؤتمر الهام. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من تطوير منظومة الإسكندرية ومنظومة الموانئ الكاملة للجمهورية بحلول 2025 بدلا من 2030 لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية. الملحوظة اللي حاولها ليك وللدكتور عاصم، أنا ما عرفش حاجة اسمها 2030 حتى لو أنا مش موجود معاكم، احنا بنتكلم 2025 دكتور مصطفى 2025. حاضر يا فندم. حاضر. 2025 يا كامل، مش من اسكندرية يخلص 2030. لا طبعا احنا ما بنمشيش كده. اذا كنت بتتكلموا على تحدي ان يعني ان الدولة تبقى قدمت ما لديها لانجاح فكرة ان هي تبقى مركز تجارة عالمي، اوعى تتصور ان يعني في كلام مش هقدر اقوله كده على الهواء. لازم ده يخلص 2025 نقول موانينا جاهزة، سككنا الحديد جاهزة، الطرق بتاعتنا جاهزة بكل شيء. وقضى الرئيس السيسي لتغيير قواعد نظام الإيجار السكني القديم الذي يرجع تاريخ العمل به لعام 1962. تعالوا نخش نعمل نقاش في تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة. للإيجارات يا دكتور القديمة. يوم الناس تقولك ايه؟ لا دي مكتسبات، اوعى تقرب. يا حبيبي انت بتتكلم، الناس اللي عملت المكتسبات دي، اقول كلمة صعبة؟ هقولها. الله يرحمهم، ماتوا. طيب من 62 اللي كانوا موجودين ساكنين دلوقتي، اللي كانوا ساكنين ساعتها واستفادوا من من العلاقة ديت والتخفيض اللي تم، هو مدى الحياة؟ مدى حياتهم وحياة أبنائهم وأبناء أبنائهم، ولا الموضوع ينتهي بقى؟ مش ده طب حد يجيب، وطبعا أنا ما أقصدش بالكلمة دي أي حاجة صعبة، يجيب أي مناقشة للموضوع ده
في البرلمان او على القنوات الحواريه. اللي انت عملته ده شكل عقبه حقيقيه قدام استغلال 2 مليون وحده، تمنهم ب 500 الف متوسط تريليون جنيه. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مؤكدا انه تعرض لضغوط هائله منذ ان كان وزيرا للاسكان. بصراحه يعني اتصور ان كل وزير كان معني بشغله، لكن برضه دوله الرئيس كان موجود معانا، وهو اكتر شخصيه تحملت ضغوط هائله، لان هو صحيح لان هو الوزير المختص بيجي يعرض حاجته وخلاص يكمل شغله يعني، ويحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الاسبوع. لكن الدكتور مصطفى كان كل يوم موجود معانا. اوعى تفتكروا الفترة وزير اسكان او رئيس وزراء كانت فترة هينة، لان اللي الدكتور عاصم بيتكلم فيه كاسكان بدأ مع الدكتور مصطفى. ودايما هقول ان الدول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش غير الافكار. وانضم لنا هاتفيا الاستاذ محمد الشرقاوي مساعد رئيس تحرير روز اليوسف. استاذ محمد برحب بحضرتك. تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. استاذ محمد، الحقيقه طبعا احنا بنتكلم عن حكايه وطن، وفعلا هي حكايه وطن على مدار 10 سنوات بيسرد فيها المعنيين والقائمين على الامر من الوزراء. كيف سارت الامور خلال الفتره الماضيه، وكيف سيكون الحال خلال السنوات القادمه، والمستهدف حتى على الخطه قصيره الامد والطويله لحد 2030؟ تفضل يا استاذ محمد. يعني خلينا اقول زي حضرتك كده بتقول دي قصه الوطن. نعم. ده مؤتمر بيحكي قصه مصر ما بين ثورتين وما بين فترتين لحكم الرئيس السيسي، وبيوضح حاليا امام الراي العام وفي نهايه الحقبه والولايه الثانيه كيف كنا وكيف اصبحنا والى اين سنتجه. هذا المؤتمر انا بعتبره وثيقة رسمية من السيسي وحكومته عن رحلة البناء الشاقة التي بدأت بها الدولة المصرية. وفي الحقيقة من أهم رسائل حكاية وطن أنه مؤتمر كاشف لكل إنجازات الدولة المصرية، وأيضا كاشف للعثرات التي تعرضت لها خلال الفترة الزمنية اللي بدأت مع أول ولاية للسيسي في 2014، وتعرضت الدولة المصرية عشان برضو الامور تبقى واضحه لدى المشاهد كيف تولى الرئيس حكم البلاد، وكيف كانت ظروف مؤسسات هذه الدوله، وكيف اصبحت. الرئيس ما تولاش مؤسسات قائمه، الرئيس تولى والدوله المصريه بتمر بازمات داخليه وخارجيه. لما اتكلم على الازمات الداخليه اللي اعترت الرئيس وحكومته منذ 2014، هي انه تولى بعد ثورتين. الثورتين دول يهزوا كيان اي دوله. جعلت الثورتين من مؤسسات الدوله المصريه مؤسسات منحله، فيها خلينا نقول هذا المصطلح فيها تراجعت وتناقصت وزن قوى الدوله الشامله، ده اللي كان موجود. طيب تولى الرئيس الدوله وكان عندنا افه الارهاب بتضرب واعمال ارهابيه بتستهدف ابنائنا من الجيش والشرطه، واوقات بتستهدف مدنيين ومناطق عمل حيويه كانت تابعه للدوله. مؤسسات الدوله لما الرئيس مسك الولايه الاولى كانت متهالكه، الطاقه ومحطات توليد الكهرباء كانت غير كافيه. لو حضرتك تفتكر والمشاهد يفتكر، ما كانش في اناره ولا الشوارع ولا المصانع، وكان الظلام الدامس بيلازمنا من 5 ل6 ساعات. مظلات الحمايه الاجتماعيه كانت هشه للغايه قبل 2014، وكانت مظلات لا تكفي اصحاب الدخول اليوميه اللي هم العمال باليوميه، ولا كانت بتكفي فقراء هذا الوطن ومساكينه. كانت من الاخر دوله تم تعريتها بعد ثورتين، ومصر بدات تفوق وحدش ولا حرج عن كافه الشغل الموجود في كل قطاعات الدوله من اسوان الى الاسكندريه. ثم بعد
ما نلاقي هذه الأزمات اللي اعترت الدولة في هذه الفترة تدخل علينا. كورونا اللي غيرت نبض الحياة إلى حياة فيها حظر تحرك للأفراد، والطيران كان متوقف، وسفن وحركة تجارة محل كتير، ولا سياحة ولا مؤتمرات ولا أي حاجة. خلصنا كورونا. أنا ليه بقول كده؟ بس عشان تبقى في الصورة، بشرح العقبات والمطبات التي اعترت الدولة المصرية، ومع ذلك هناك إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات. أنا بتكلم النهاردة عن كورونا، خلصنا كورونا وغلقنا هذا الباب، دخلنا على أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة في سلة الغذاء والدواء العالميين، وما تبعها أيضا من أثر وتأثير في كل مناحي الحياة في العالم كله، خاصة المناحي الاقتصادية والسياسية، وبدأ يتشكل من خلالها عالم جديد وقوة جديدة. ده باختصار هي يعني المطبات التي اعترت الدولة المصرية. ليأتي هذا بقى المؤتمر ليتحدث وفيه تستعرض الحكومة المصرية عضلاتها عن كمية الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات على مدار اليومين الماضيين، وهو اليوم يستكمل حكاية وطن، حكايته الحقيقية أمام الرأي العام، ليكون وثيقة رسمية تقدمها الدولة لدى المواطن لبناء وعي حقيقي لدى المواطن المصري. نعم. طيب أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك على فكرة الحقيقة. طبعا عدد من الموضوعات تم مناقشتها بشكل كبير جدا، لكن أبرز المحاور الحقيقة اللي ارتكزت عليها وكلنا كنا بنحاول نشوف ماذا سيقال في هذه النقطة، هي نقطة تنمية المواطن المصري وتنمية الإنسان بشكل عام، وكيف سيكون هو الوضع خلال الفترة القادمة. النقطة تحديدا كيف رصدتها يا أستاذ محمد؟ صعبة. تنمية الإنسان الوطني، الإنسان المصري، ده من أهم، أعتقد من أهم الملفات اللي هتبقى مطروحة في حكاية وطن، وتم الحديث عنها وسيتم الحديث عنها باستمرار. توعية الإنسان المصري أو المواطن المصري هو أمن قومي في الحقيقة. إن كانت المشروعات هي أمن قومي، إن كانت السياسة الخارجية هي أمن قومي، إن كان وعي المواطن هو أيضا أمن قومي، إن كان التعليم هو أمن قومي، الأربعة دول اللي يتجزأوا عن بعض. إن كان عندي سياسة خارجية وعندي مشروعات وعندي تعليم دون وعي للمواطن، إذا أنا بفقد حلقة مهمة جدا جدا من الأمن القومي. التوعية في حد ذاتها هو أمن قومي، وبالتالي كل المؤتمرات اللي بتقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لرصد الإنجازات والتحديات والإخفاقات التي تواجه الدولة المصرية، هي بتحاول أن تسعى إلى الأمن الوطني الداخلي، إلى السلام الاجتماعي الداخلي للمواطن المصري. حتى أن الرئيس أحد لقاءاته قال لك أنا ممكن أكون كان عندي رؤية لحاجة وممكن أكون أخفقت فيها، لأن أنا إنسان في الآخر بيصيب ويخطئ. فخلينا نكون منصفين أن هذه الحكومة وهذه القيادة السياسية هي أمينة للغاية على هذا الوطن، بذلت قصارى جهدها من وجهة نظرها في عدد من الملفات شفنا فيها إنجازات حقيقية. نتفق أو نختلف على فقه الأولويات، لكن نحن أمام قيادة سياسية شريفة وأمينة ومؤمنة بهذا الوطن، وتثني حياتها من أجل إسعاد المواطنين ومن أجل بناء دولة قومية حقيقية تتباهى بها المصريين أمام دول العالم أجمع. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الشرقاوي، مساعد رئيس تحرير روز اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك. وانضم لنا هاتفيا دكتور مختار غباشي، أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور مختار، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك واهلا بمشاهديك، تحياتي. دكتور، بشكل عام كده، كيف رصدت حكاية الوطن، وكيف هو الحال في هذا المؤتمر الهام الذي كان بمثابة تقديم كشف حساب على مدار 10 سنوات مضت، وما هو المستهدف خلال الفترة القادمة ايضا؟ يعني بالتأكيد انت اشرت الى يعني جملة مهمة جدا في هذا السياق، وهو كشف حساب عن أدوات وطريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل اللي قابلتها طوال السنوات السابقة، ورؤيتها في استكمال
يعني مشاريعها خلال السنوات القادمة. وهي شرحت من وجهة نظرها أنه كان من الضروري أن تسير الحكومة وفق هذا الاتجاه، خصوصا أنه كانت مرحلة بناء دولة، وكان من الأهمية أن يكون هناك مشاريع قومية كبيرة قد تأخذ من قدرة الدولة، لكن كان هناك ضرورة لها على غرار المحور الثاني لقناة السويس أو مشاريع إنشاء العاصمة الإدارية أو غيره من الأماكن اللي سعت الحكومة في إقامتها. ووجهة نظرها أنه هذه المشاريع كانت ضرورة قومية إلى حد كبير جدا لمرحلة بناء الجمهورية الجديدة، خصوصا أنها تتوافق مع مرحلة بنية تحتية كبيرة وواسعة خاصة بطرق وكباري وحلقة وصل ما بين الأقاليم المصرية، ودي كلها إطار الحكومة اجتهدت من خلالها ووضعت خطة عمل لها، وإلى حد كبير جدا أنجزت الكثير منها. يكفيها في ده 24 مدينة في كامل الأقاليم المصرية، منها ما هو متطور ومدينة رقمية تكنولوجية متطورة وأصبحت عنوان أساسي لهذه الجمهورية الجديدة وهي العاصمة الإدارية. فكانت شرح وتفنيد لواقع الاقتصاد وواقع الاستثمار وواقع المشاكل اللي قابلت هذه الحكومة، إذا كنا بنتكلم عن جائحة كورونا أو الصراع داخل الساحة الأوكرانية وما أدى إليه من تضخم أو رفع أسعار أو غيره. دي كلها كانت أمور الحكومة اجتهدت من خلالها وشرحت وجهة نظرها، وأنا متصور أنه فعلت إنجازا كبيرا، وإن كان هذا الإنجاز تأثر به المواطن إلى حد ما، خصوصا فيما هو مرتبط برفع الأسعار أو غيره. نعم دكتور مختار، يعني الحقيقة النتائج مهمة جدا في عدد من المجالات، والتحديد طبعا خلينا نرصد السياسة الخارجية من ملف من الملفات المهمة جدا دكتور مختار، وهو ما سيفتح ربما اليوم عن حديث مصر عن النجاح الكبير في السياسات الخارجية لمصر. طبعا السياسة الخارجية كانت مسألة هامة جدا، وأرى أن التوجه المصري ناحية الساحة الأفريقية وإعادة صياغة العلاقات المصرية الأفريقية في عموم 55 دولة داخل القارة الأفريقية كان توجه مهما للغاية في ظل تصارع القوى الإقليمية والقوى الدولية على مقدرات هذه القارة. شفنا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على مدار سنتين، مصر كانت حاضرة في الكثير جدا من المنتديات واللقاءات اللي ضمت دول القارة الأفريقية ودول كبيرة ذات تأثير كبير على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي، كانت حاضرة ومفندة وشارحة لوجهة النظر الأفريقية في طريق التعاطي العالم الخارجي مع دول القارة، خصوصا فيما هو مرتبط بنطاق المساعدات أو بناء بنية تحتية أو قواعد اقتصادية واستثمارية القارة في أمس الحاجة إليها. شفنا مؤتمر المناخ وفي آخر جلسة لهذا المؤتمر، وهذا المؤتمر امتد اليوم واليومين بغرض إقرار مبدأ التعويضات اللي تم إقراره، وجعل مؤتمر المناخ كوب 27 من أهم ثلاث مؤتمرات عقدت على مستوى هذه المؤتمرات منذ أول مؤتمر 94 حتى هذا المؤتمر، وهو إقرار مبدأ التعويضات بالنسبة للقوى العظمى للدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة، واستفادت منها 22 دولة على مستوى دول القارة الأفريقية. فأنا متصور لا توجه كان يعني إلى حد كبير جدا بارعا، وتوجه كان مهما للغاية. جزئية تانية، تنوع مصادر علاقتك على مستوى السياسة الخارجية. نعم. يعني في وقت من الأوقات علاقتك منصبة على الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول المساندة أو المؤيدة أو المتحالفة معها، بدأت أنت تتحلل من هذا الموضوع، ذهبت إلى فرنسا وخدت المسترال والرافال، رحت لألمانيا وشركة سيمنز اللي عملت ثلاث محطات كهرباء من أهم ثلاث محطات الكهرباء في الداخل المصري، بدأت عملية تنوع لدول غير تقليدية ونميت علاقتك معها وإلى حد كبير جدا فردت جزء من هذه العلاقات معها. فدي كلها شكل من أشكال السياسة الخارجية اللي أنا أتصور امتازت بها الحركة المصرية الخارجية الفترة السابقة. نعم
بشكرك شكرا جزيلا لهذه المتابعة الوافية دكتور مختار غباشي أمين عام المركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك. بالطبع تغطية مستمرة على شاشة النيل للأخبار، وبالطبع نحن في انتظار بدء الجلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر حكاية وطن لمتابعة كل جديد. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل للأخبار، إلى اللقاء.